في هذا الفيديو غتشوف طقوس الجنازه الغامضه لشعب التوراجا، طقوس اللي كتكلف العائلات الاف الدولارات بهدف الوصول للحياه الثانيه بعد الموت. الله سبحانه وتعالى. وشاهدنا اليوم غتكون وسط جزيره سولاويسي، وبالضبط في ارض التوراجا المعروفه بقبائلها اللي عندها عادات وتقاليد غامضه في توديع الاموات. هذه البلاصه هذه خاصه بالدراري الصغار، الموت عندهم بمثابه احتفال. هاد الحلقة غتشوفوا كيفاش عشت أسبوع تقريبا وسط هاد القبيلة باش نوثق جميع مراحل أغلى وأغرب جنازة في العالم. دابا دخلنا لبلاصة اللي كيحتفلوا فيها الأموات ديالهم، كيحتفلوا في غرفة بوحدو، الأصوات ديالهم وريكم اللباس التقليدي ديالهم. This is a Toraja traditional clothes. Only in this ceremony. Okay. فاش كيقتلوه عاد تما كيتعتبر الميت ميت، ما كيبقاش مرض كيما كيعتقدوا. Every day that you wake up, remember someone else did not. انا اليوم وسط جزيره سولاويسي، ومن بعد ساعات طويله بالسياره وسط القبائل التوراجا، ولحسن الحظ وصلت 24 ساعه قبل واحده من اكبر الجنائز في هذه المنطقه. هادشي علاش حاولت نتقرب من هاد الناس ونشوف طريقه العيش ديالهم. واول حاجه كان ضروري نبحث على بعض العائلات اللي كتعيش مع الاموات وسط المنازل ديالهم، وهنا غيجي دور المرشده السياحيه ريتا اللي غتكون معايا في هذه الرحله. من العادات المهمة قبل زيارة أي عائلة في قبائل التوراجا أنك تجيب معك بعض الهدايا. Why they bring coffee and cigarettes and they don't bring money? Yeah, okay. So for us, because it's part from the culture, and we not bring money to the when we visit the Tomakula because we don't want some people thinking we sell our family. I mean the dad. The cigarette they will use it in the funeral. دخلوا عند واحد العائلة هنايا، مازال عندهم واحد الميت كيحتفظوا به. سلام عطاكي. عطاكي. I'm Maiska. Nice to meet you. How are you? I'm good. Yeah, good. ولكن في هذه اللحظه وقع سوء تفاهم، لانه انا جيت باش نصور فيديو وما جيت باش ناخذ صور فقط. انا وعد سوء تفاهم السيده اللي جايه معايا انا هنا باش توري لي هذه العائله هادو، حسب لي كان غلط التصاور، ولكن انا جيت باش نصور فيديو. انا كنتفهم انهم ما كيقبلوش انك تصور الجده ديالهم، متفاهم هذا الشيء، حسب لي زعما واش هذه العائله هذه اوكي، حيت كاين شي عائلات ماشي مشكل انك تصورهم، شي عائلات عاوتاني ما كيقبلوش، وانا هذا الشيء متفاهمه. ولكن غا وقع واحد سوء تفاهم. واو، هي تراجا دي بريفير سيجارت دان فود. واو، يا فور مان، فور ذا مان نوت فور وومن. اه اوكي، واو، اوكي. دخلنا للغرفه ديال السيده اللي ميته هنايا، ما لقيتش شي حل اخر، حطيت الصور ديالها هنايا. When she is became Tamakula. Tamakula. Oh yeah, when she died. Yeah. Till 3 months ago. Because I can see the body is still like well normal. Preserved, yeah. Yeah, yeah. How long you will keep it here? Then it's until January. So it's you will keep it here less than 1 year. Yeah. Okay. Less than 1 year. We decided to do it because once all the family members could be able to say goodbye, so everyone can come. Christmas holiday or New Year holiday. Okay. وهنا كان ضروري نبحثوا على عائلة أخرى باش نحاول نقربكم من هذه الثقافة. القبائل التوراجا معروفين بالعادات والتقاليد ديالهم المختلفة في التعامل مع الموت، ومعروفين بزراعة القهوة، ومعروفين طبعا بزراعة الأرز. ولكن واحد الحاجة اللي غريبة هي أن أصحاب هاد الحقول هادو كيجيبوا واحد الحوت صفر كيسميوه الجولدن فيش، كيحطوه هنا فاش كيزرعوا الروز، كيخليو كيبقى يتكسر، فاش كيجيو كيجمعوا المحصول ديالهم من الروز، كياخذوا الروز وكياخذوا الحوت. المهم واحد البراد اللي ناضي. The small fish is from the river. Yes. But the golden fish is from the owner. Yeah, the owner. Rice plantation like that already, and then they have much water, they can put baby goldfish. So when they harvest, they will have also, they can harvest rice and fish also, and it's for eating. That hole is for fish? Fish, yeah. So the deep is around 1 meters until 1.5 meters. Wow. So if the owner of the land need the fish, they just put some meter and took out the water, and then easy to cut the fish there. And also there, in the middle, yeah. There, in the middle, they put the bamboo there to protect the animals. I mean, the bird wanna catch some fish. There, in the middle there. Oh yeah. They catch it? Yeah. Oh, later they can when back home, they will dry, they will wash it and then fry it or just cook it.
ومن بعد اتصالات كثيرة أخيرا لقينا واحد العائلة، ولكن المشكلة أنهم ساكنين في بلاصة بعيدة بزاف. هاتي هاتي بي كيرفول. يس. وأخيرا الخوت دابا عاد وصلنا، من بعد تقريبا واحد ساعة ونص وحنا غاديين بالموطور في وسط الجبال وفي واحد الطرقان اللي خايبني بصح. حنا دابا ما قدرناش ندوزو هنا بالموتوبايك حيت المزيد ديال هاد الناس اللي غاديين عندهم كاين في الهبطة هنايا، باش نحاول نقربكم من الطريقة باش كيتعاملوا مع الأموات ديالهم اللي كيخليهم في المنازل. وصلنا لمنزل السيد يعقوب، هو اللي عطانا الفرصة نتقربوا أكثر من هاد الثقافة وخلينا نشوفوا الأب ديالو اللي مات هذه السنوات. أضبيس هادوك هما اللي خاصين بتخزين ديال الرز، وفي نفس الوقت بلاصة فين كيتجمعوا في المناسبات ديالهم سواء في الجنائز أو في الأعراس ديالهم. هنا كتلقى الناس كيجلسوا وتما كياكلوا كياكلوا مجموعين هنايا وفي الجهة الأخرى. دراجة keep it that bar in the house is called Tomakula. Tomakula, it yes. means sick. Yes, sick. Raja, we will feel truly dead when the started of the funeral. I have a question. Yes. So, why? First, when the person gets sick or get Tomakula. Yeah, Tomakula. How they feel? My question is, the sadness at that time, is it different to the sadness when they start the funeral? Exactly, because I think it's normal when we lost somebody, we will very very sad. Yeah. So in that time, we will saw a lot people crying, like maybe children, grandchildren, yeah. or a couple of the dead. Yeah. And that's another reason why we have to keep the dead body. I mean, we have several reasons. The first reason because the family need time to cooling down, because it's very sad. Yeah, of course. Yes. And another reason because it's to wait for another family who still stay in outside, because now more of Torajan stay in outside. Yeah, they want to see the dead person before yes. he leave. Yeah. So it's and also it's like important for Torajan to attending the funeral of the parents of the grandparents. And another reason because the family need time to collect money, collect buffalo and to preparation for the funeral. The reason is they want to stay with the dead person as long as they can. Yeah. And also to collect the money yes. and the buffalo yes. for the funeral. Yes. Look at it's his father. Photo and he's still alive. كنخد دابا دخلنا للبلاصه اللي كيحطوا فيها الميت، كيكون عنده غرفه خاصه به بحال الى حي. So 5 years. Yeah, 5 years. 5 years. كيتعاملوا معهم على انه غامريض، كيجيو كيبدلوا ليه الحوايج ديالو، كيجيبوا ليه الاكلات اللي كانت عزيزه عليه فاش كان مازال حي، يعني كيتعاملوا معه على انه مريض. وهذا الشيء ماشي زعما غا بروتوكول، وانما بالاحاسيس ديالهم كيعتقدوا انه مازال حي، يعني حتى في العقليه ديالهم حتى في الاحاسيس ديالهم شي مرات كيهضروا معاه وكيامنوا انه كيرد عليهم في الاحلام ديالهم. المعتقدات ديال التراجة واحده من اغرب المعتقدات اللي غنكتشف في الشيء اللي كيتعلق بالموت. طابع ندير قبيله change is closed no? No. They give him food, they give him food. Cigarette? Yeah, cigarette, water. Water every day or? Every day. Every day in the morning? In the morning and for the lunch, for dinner also. Yeah, for breakfast, lunch, dinner. Yes. Yeah, they treat him like he's alive. Yes, because he is not truly dead, just sick. Just sick. And what they believe? They believe that he eat this food, right? Yes. And they also they can communicate with him, right? Yes, they talk talking. To the body about the problem, about the life. Even the body can to answer, but them for the family they believe the body still answer. But someone told me that he can answer him in their dreams. Yes. Something like this, right? Yeah, it's correct. كما قلت لكم هنايا كاين بزاف ديال العائلات كيخلوهم تقريبا 30 عام 40 عام، المهم هنايا محطوط تقريبا 5 سنين. وشنو اللي كيتحكم في القرار ديالهم باش انهم يديروا الجنازه ولا لا؟ كاينين طبعا الفلوس، والسبب الاخر انهم كيخليو العائله كاع العائلات اللي كتكون مثلا في خارج اندونيسيا كيخليوها حتى كتجي حتى كتشوف الميت عاد تما كيقرروا انهم يديروا ليه الجنازه. وبعض العائلات كتخلي الميت عندها مده طويله حيت ما كيسخوش به، طبعا حيت فاش كيموت لك شي واحد راك ما كتسخاش انك تمشي دير الجنازه، غادي يكون واحد الاحاسيس اللي حزينه علاش ما كيسخوش انهم يدوا باش يديروا ليه الجنازه ويودعوا للمره الاخيره. علاش المعتقدات ديالهم كيخليو الميت هنايا، وحتى في الاحساس ديالهم كيعاملوه انه على مازال حي.
The family, they live with him. Yeah, right? This is the room of the Mr. Yakov. Ah, his room. His room is here. Yeah, for sleeping room. Yeah, they are staying. Ah, yeah. They are real staying together with the dead body. Yeah, just like he is alive, right? Yes. They keep him there because it's like his private room. Yes. No one sleep there. No. But sometimes also another family can sleep in. It's beside it. Ah, yeah. Yeah, okay. هذه لهم ستاي ديالو الاخوان. الى شي واحد جاتو الفرصه انه يجي لهاد البلاصه هادي، بلاصه فيها الكالم، بلاصه فيها الرايس فيلد اللي فيها الحقوه ديال الاروز، هذا السيد غادي يجي يستضيفكم هنايا. هيا لهم ستاي ديالو. ثانك يو فور ذا كوفي. ماكاسي كوريسمانا كوري سمانا. هي شكرا باللغه ديال التراجا. You drink sugar? Yeah. I'm still Indonesian. Yeah, me too. I drink sugar. من بعد زيارتي لهذا المنزل، السؤال الوحيد اللي جا في بالي هو كيفاش تقدر تعيش مع جثة الاب ديالك او واحد من افراد العائله السنوات الطويله، وكل نهار كتشوفو ميت قدام عينيك. مع هذا السؤال كينتهي اليوم الاول في انتظار الايام القادمه اللي غتجيب معها اسئله اخرى. مرحبا بكم في ارض التراجة. اليوم هو اليوم الموعود عند هاد القبائل هادو، اليوم اللي غتشوف فيه الفرحة والحزن والاحتفال والفضول وبزاف ديال الاحاسيس في نفس البلاصة. هاد البلاصة اللي كتشوفو مورايا غادي يوقعو فيها بزاف ديال الاحداث اليوم. بصوت الطبول كيتم الاعلان على بداية الجنازة في قبائل التراجة. في اليوم الاول كيتم اخراج الميت من المنزل ومحاوله هز التابوت بهذه الطريقه الغريبه. الهدف منها هو ايقاظ الشخص الميت او الشخص المريض حسب معتقداتهم باش يوجدوا لاخر مرحله في حياته. Women in this case walking under the red flag, it means they are showing that we are women. We are really feel emotional. We are really under the sadness. Here we are. We are following the body. We are going with the body around here. So the red color, which means the sadness. Right. Black and red. قليل قيد دابا أن اللون الأحمر كيدل على الحزن. اللون الأسود والأحمر. شرش كي يلبسوه هنايا وفاش كيكونوا غاديين كيخرجوا الجثه او الميت كيدوه لبرا، تيكونوا رجال لابسين الكحل، وبالنسبه للنساء كيكونوا تحت واحد الرايه حمراء اللي كتدل على انهم تحت الحزن في هذا اليوم هذا. من الحاجات المهمه في جنائز التراجة انهم في اليوم الاول كياخذوا الميت في جوله في القريه باش يشوفها لاخر مره في حياته. وجود تمثال للميت هادشي كيعني انه من عائله غنيه، وهذا العاده ما اقتصر فقط على بعض الناس اللي عندهم نفوذ في هذه المنطقه. دابا كيحاولوا انهم يهزوا الميت ويحطوه الفوق باش تما كيبقى هاد الثلاث ايام هادي باش كتجي المرحله الاخيره فين كيدوه للمقبره ديالهم اللي غادي يمشيو ليها من بعد. Atarola, 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 at
من بين اهم الحوايج في الجنازه ديالهم راكم عارفين الجنازه المسيحيه كيكون لابسين الكحل، نفس الشيء هنا في قبيله التراجة غتلقى جميع الضيوف هنايا لابسين الكحل. حسن الحظ ديالنا الخوت انني جيت في واحد الوقيته اللي كيكون فيها بزاف ديال الجنائز في بلاصه واحده. هاد الجاموس هذا اللي مورايا كتعتبر واحد من اغلى الجواميس اللي ممكن تقدم كهديه في هاد الجنازه ديال التراجة. اهم حاجه كتلقى فيه اللون الابيض وكتلقى عينيه زرقين. هاو ماتش ذيس برابا؟ غنسول لكم الخوت على الثمن ديالو. انا عطيت التليفون قال لي الرقم باللغه ديالهم ولكن ما عرفتش، نحاول نقول ليه يترجم ليا. نعطيه شي تليفون يكتب لي الرقم باش نعطيكم الرقم اكزاكت شحال كيديروا هاد الجواميس هادو اللي قلت لكم غالي. 250 مليون اندونيسيا اللي تقريبا هي غادي 14000 دولار ولا 15000 اللي تقريبا هي 15 مليون مغربي. هذا هو الديكور ديال المنازل ديال قبائل التراجة. وكمعلومة انهم ماشي كلهم قبائل مسيحيه وكاين فيهم حتى المسلمين، وكاين بعض المسلمين اللي كيقوموا بنفس الطقوس اللي كيديروها المسيحيين. يعني هنايا الامر مرتبط بالثقافه اكثر من انه مرتبط بالديان. تيجي في بالكم علاش كيحطوا الكرون ديال الجاموس كديكوراسيون في المنازل ديالهم؟ القبائل كيامنوا انه كل ما كانوا عندك واحد الاعداد كبيره ديال القرون ديكوريا للمنزل ديالك شي كيعني ان عندك واحد النفوذ كبير في المنطقه هنايا. هاد القرون اللي كيكونوا معلقين في المنازل كيكونوا مجموعين من الجنائز وكيتشراو بواحد المبلغ اللي غالي بزاف، وكيشراو غير العائلات اللي كيكونوا عندهم نفوذ كيف ما قلت لكم قبيله. تلقى المنازل اللي على اليمن ما فيهاش القرون خاصه بالطبقه المتوسطه، حيت قبائل التراجة كيكونوا مقسمين على ليفيلات مختلفين مستويات مختلفين. المستوى الاول كتلقى فيه العائلات اللي كيكونوا عندهم نفوذ وكيكونوا عائلات غنيه. ليفل الثاني كيكونوا واحد العائلات المتوسطه. المستوى الاخير كيكونوا فيه العائلات اللي كيكون الدخل ديالهم محدود او ما كيكونش عندهم نفوذ في القبيله. هنا نوريكم اللباس التقليدي ديالهم. This is a traditional traditional clothes only in this ceremony. اوكي كيلبسوا هذه اللبسه هذه غير فاش كيكون هذا الاحتفال او هذه الجنازه هذه. كنقول لكم احتفال لانه انا كيبان ليا احتفال كتلقى الناس فرحانين كياكلوا كيتجمعوا كيضحكوا ما كتحسش انها جنازه. اوكي ثانك يو ماركاسي باي. جيت واحد البلاصه هنا فين كيحطوا الاموات ديالهم، واول حاجه تفكرتها هي المكان اللي مشيت ليه في شمال الفلبين، البلاصه اللي كيحطوا فيها الاموات ديالهم. كاين واحد الشبه كبير بين هاد البلايص هادو. هنايا فاش كيموت شي واحد من الطبقه اللي عندها نفوذ في هاد القبيله هادي كيقدروا واحد التمثال اللي كيشبه ليه بحال هاد الشكل هذا. هادو كوبل ومجسدين الملامح ديالهم على شكل تماثيل. جيت دابا لواحد الكافيه هنايا، هو مقبره قديمه مابقاش كيحطوا فيها الاموات، كيحطوا في هاد البلاصه اخرى، ولكن غادي نوريكم ان هاد التقاليد ديالهم تقاليد قديمه ديال بصح. وهاد الاموات اللي كاينين هنايا كيجيبوا لهم الهدايا، وسكان ديال التراجة معروفين انهم كيعجبهم انهم يكميو. شاش اغلب الهدايا اللي كيجيبوا الاموات هنايا هي الكارو كيحطوا قدامهم وكيشعلوا وكيخليوا عليهم. دركم الخوت بيهايند ذا سين خلف الكواليس درت واحد الطيحه جمع حتى هنايا طح ما هنا الاحداث كيوقعوا بالزرب. كان بغي نصور لكم من زاوية مختلفه، خصك تصور بالضرور، وهادشي كيخليني نتجاره. فاش بقيت كانت تجاره جبت ربعه وطحت حيت يلا طحت الشك. قبائل ديال التراجة كيأمنوا أنه فاش كتبقى طيح الشتا في وسط الجنازة هادشي دلالة على أنه جا الوقت ديال الحزن والبكاء. We believe that is the crying time. ولقيت لي معايا قال لي واحد المعلومة اللي عمرني سمعتها على هادشي صراحة. قال لك أنه فاش كطيح الشتا وكطول واحد المدة طويلة كتوقف لهم مراحل ديال الجنازة. هنايا شنو كيديروا باش يكملوا المراحل ديال الجنازة؟ يستعنوا ببعض الأشخاص من القبيلة اللي عندهم واحد الطاقة غير عادية، وباش نكون صريح قال لي السحر الأسود. كيأمنوا أنهم عندهم واحد القدرة على أنهم يوقفوا الشتا باش يكملوا المراحل ديال الجنازة، هادشي حسب المعتقدات ديالهم طبعا. اليوم هو اليوم الثاني في الجنازة واللي كيتم فيه استقبال الضيوف واللي كانت بأعداد كبيرة بسبب شهرة عائلة الميت. أنا
هذا اليوم كيتم إحضار الهدايا واللي أغلبها أعداد كبيرة من الخنازير والجواميز. كتذكر الإخوان حنايا في جنازة، حنا جنازة. أنتم كتشوفوا الأجواء ديال الجنازة عندهم، الساحة اللي كيذبحوا فيها الأضحيات ديالهم، لقى بزاف ديال الجزارة كيذبحوا هنايا الخنازير. اليوم خاص بالخنازير وغدا هو اليوم الأكبر في الجنازة فاش كيذبحوا فيه الجواميس. الناس ديال التراج كيأمنوا أن اللحم ديال هاد الحيوانات للأحياء والأرواح ديالها للأموات. بالنسبة للحم كيكلوه الضيوف اللي كيجيو لهاد الجنازة هادي، بالنسبة للأرواح ديال هاد الحيوانات كترافق الأرواح ديال الأموات للجنة اللي كيسموها هنايا بويا. المهم راكم عارفين هاد اللقطات اللي فيهم الذبيحة والدم ما نقدرش نبينهم، راكم عارفين القوانين ديال اليوتيوب مانع أنك تبين شي لقطات فيها الدم. أنا كيشدوا اللحم ديال الخنزير كيحشوه في هاد الأنابيب هادو ديال شجر البامبو وكيشوه، ما كاين واحد اللحم كيشوه مباشرة فوق النار، واحد اللحم آخر كيشوه وسط الأنابيب ديال البامبو. انتم الخوت هذا هو اللحم. هلو مكان 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 نايس نايس. هذا هو اللحم ديال الخنزير. عرفتي غير الطريقه باش كيذبحوا؟ كيكون الخنزير مثلا محطوط قدامه، كيجي داك السيد اللي غادي يقتلو كيجي كيحشي ليه جنويه في القلب ديالو وكيخرجها صافي وكيمشي وكيخليه وكيبقى يتعذب تما واحد المده طويله حتى كيموت. كيبداو يشويو وشي مرات كيشويو هو مازال حي. انا ما غاديش نقول لكم انني متاثر بهذا الشيء اللي كنشوف حيت هذا الشيء متعود عليه. تقريبا نفس الاجواء ديال عيد الاضحى هنايا، كتلقى الناس كيذبحوا وكيصلخوا وكتلقى ريحه الشوا ريحه الدخان كيف ما شفتوا معايا، ولكن كنشوف الملامح ديال الاجانب كتلقى الملامح ديالهم فيها الصدمه الحزن بزاف ديال الاحاسيس في وجه واحد حيت كيسمعوا الصوت ديال الخنازير وهي كتعذب وهي كتموت. يعني هذا الشيء كيخليهم متاثرين بهذه المشاهد اللي كيشوفوا. ولكن بالنسبه لي انايا الحاجه اللي كتخليني مصدوم كيف ما كنعرفوا حنايا في عيد الاضحى فاش كتبغي تذبح الحيوان على الاقل كتقول بسم الله كتعرف منين تذبحوا باش ما كيتعذبش، وفاش كتذبحوا كتخلي حتى كيموت مزيان حتى كيموت عاد تما كتبدا تسلخ فيه باش عاوتاني كتشويه. وكاين هنايا كيذبحوه في البلاصه كيبقاو يقطعوا فيه وهو مازال حي مازال كيتركل ومن بعد كيشويو. هذه هي الحاجه اللي صدماتني انايا. هذا الخوت واحد هنايا عرضني باش نقصي معاهم، ولكن اش نقصي ما كان ما كان هو اللي كياكلو في الجنازة معروف هادو هنايا. تعاود تاني فاش غادي يذبحو الجواميس تعاود تاني غادي ياكلو اللحم ديال الجاموس. كما قلت مقبلة أن اللحم كياكلو الأحياء وبالنسبة للأرواح ديال الحيوانات كتكون مرافقة للأرواح ديال الأموات. أوكي توك نو ثانك يو ماكاسي سام هنا عاود تاني المشروب ديال الأراك اللي شفنا في ماكاسار، هذا هو المشروب ديال الأراك. أراك مالو أراك وانا كنكتشف عادات وتقاليد الجنائز في اليوم الاول صدمت من بعد ما سمعت عبارات اسلاميه بدانا الله سبحانه وتعالى شفت هذا الخطاب ديالو بدا ان ولكن من بعد عرفت ان هذه القبائل كيستعملوا عباره من الديانه المسيحيه ومن الاسلام في الجنائز بحكم ان السكان في هذه القبائل مسلمين ومسيحيين وما كيهمش واش الميت مسلم او مسيحي لانهم كيهتموا بالثقافه اكثر من الديانه في الجنائز. ولكن السؤال المطروح هنا هو واش المسلمين كيقوموا بنفس الطقوس اللي كيقوموا بها المسيحيين في الجنائز هنا في قبائل التراجة. I have a question for the Muslim here in Toraja. They have different culture in the funeral, right? Yes. Like what is the difference? Of course, they follow the religion. Yeah. For example, they don't eat pork. They don't eat pigs in their funeral. Yeah, no. And they don't keep the body inside the house. No. Only 3 days. Maximum. Yes. Okay. And then burial in the ground. Sometime also for the like, they are from the nobility in the social status. They will have also bigger funeral without the dead body. Okay. And you know, if for the Muslim, when we they had a burial day, they will put like stone, nisan. We call nisan. Yeah. So this one we will take it, and then the family will be put in the like coffins, and then they will, when they have made the funeral, they will make funeral without the body, but only with the stone.
Okay, so just like to practice the culture. Eat the culture. But not the religion. Not yeah. religion. Ah, okay. Because in Toraja now we mix tradition with the religion. Yeah, I see. واحد المعلومه مهمه هي انه علاش اغلب الناس هنا في توراجا مسيحيين ماشي مسلمين. الاسلام الوسطى القبائل توراجا من المدينه ديال مكاسار رايت من واحد الناس اللي كيتسموا بوغيست، ولكن فاش جاوا لهنايا وجابوا التعاليم ديال الاسلام هنا الناس لقاو الثقافه ديالهم مختلفه على الاسلام. الناس اللي كانوا هنا في قبائل توراجا كياكلوا الخنزير ما كيحطوش الاموال ديالهم تحت الارض، هادشي علاش ما تبعوش الاسلام وتبعوا الديانه المسيحيه اللي ما عندهاش مشكل مع هادشي. علاش اغلب الناس هنايا مسيحيين وماشي مسلمين؟ اليوم واحد من اهم الايام في قبائل توراجا. اليوم المنتظر هذا هو الهدوء اللي كيسبق العاصفه. في هذا اليوم كيتم تضحيه باعداد كبيره من الجواميز اللي كتعتبر جزء مهم من الثقافه التراجيه، والجنائز ما يمكنش تكمل بلا هذه التضحيه، هادشي علاش كيصرفوا عليه الاف الدولارات. في هذا اليوم غنشوفوا علاش بالضبط كيختاروا الجواميز وشنا هو الدور ديالها وعلاش هي غالي لهذه الدرجه. هادشي علاش كان ضروري نمشي لاسواق الجواميز في المنطقه ونشوف الاسعار ديالها والمعامله اللي كتلقاها من البائعين بحكم انها حيوان ماشي عادي بالنسبه ليهم. دابا جينا للخوت السوق ديال البافالو، السوق ديال الجواميس اللي كيجيو الناس اللي كيكونوا عندهم العزاء كيجيو كيتقداو البافالو اللي بغاو هنايا. هذا اللي مورا الاخوان هذا هو اكثر واحد غالي فيهم حيت اللون ديالو مختلف على كاع الجواميس اللي كاينين هنايا. كاع الجواميس اللي كاين في هذا السوق كحل، ولكن هذا كيكون مختلف هو اللي كيكون عنده واحد الثمن واحد القيمه اللي غاليه بزاف. هذا الا شريتيه وديتيه للناس اللي عندهم العزاء كتعتبر واحد من اغلى الهدايا اللي ممكن تقدمها للعائله. هادو هما البياع اللي كاين هنايا. الو هادو الخوت كيتهلاو فيهم ديال بصح باش كيوجدوا من الجنائز هنايا. ثاني مره كنجي لهاد السوق هذا، وهنايا كيكون السوق الاسبوعي، هنا كتلقى بزاف ديال الجواميس. واليوم لقيت الجاموس النادر، الجاموس اغلى جاموس في هاد المنطقه كامله، جاموس اللي وردي كامل وعينيه زور. هاد الجاموس هذا كيساوي اكثر من 15000 دولار، وشي مرات كيوصل حتى ل 20000 دولار اللي كتساوي 20 مليون مغربيه. هذه اول مره في حياتي غادي نشوف هاد الجاموس هذا بهذا اللون، ما فيهش نقطه وحده بالكحل، كله وردي. وهادو هما الجاموس اللي قلت لكم غاليين هادو هنايا. هذا هو اغلى هديه ممكن تقدمها في شي جنازه في قبائل توراجا. اليوم الرابع في الجنازه، وواحد من اهم الايام من بعد اليوم الاول، اليوم الافتتاحي، ومن بعد يومين ديال استقبال الضيوف. اليوم هو اليوم اللي كيتحول فيه التماكله لتوماتاي، اي ان الميت كيخرج من مرحله المرض لمرحله الموت، واليوم كيضحوا باعداد كبيره من الجواميس. تقريبا اكثر من 24 جاموس غادي يضحوا بها في هذا الصباح هذا، وغادي تعرفوا علاش 24 ولا اكثر بالضبط. كاين شي تفاصيل كيتعلقوا على حسب النفوذ ديالك وعلى حسب العائله ديالك منين نتايا، واش من العائله اللي كتكون في المستوى الاول ولا المستوى الثاني ولا المستوى الثالث. هادشي غادي نشرحوا لكم من بعد. هادو كاملين غادي يضحيو بهم. غادي يبان لكم واحد الاحجار هنايا، هنا كل حجره اولا كل صخره محطوطه هنا كتعبر على واحد الجنازه اللي دارت هنايا. كنظن ان اكثر من 24 جاموس غادي يذبحوها في هذه الجنازه هذه. كما قلت لكم في الايام الاولى انا ديال واحد الشخصيه اللي معروفه هنايا، هادشي علاش كل ما كانت شخصيه معروفه وعندها نفوذ كل ما كانت الاضاحي كثيره. تقريبا دوزوا 3 ايام وما كيستضيفوا الضيوف ديالهم، وكل يوم كيذبحوا تقريبا 20 ولا 30 خنزير، اكثر من 100 خنزير تكون تذبحت في هذه الجنازه. ودابا غادي يذبحوا اكثر من 24 جاموس. عرفتوا الخوت على الطريقه باش يذبحوا هاد الخنازير. هنا كاينين بعض الخنازير كما بغاوش يخرجوا من الساحه كيذبحوا غا تما. عرفتوا على الطريقه؟ هانتوما تسمعوا الاصوات ديالهم. غتشوفوا واحد هنايا في الجنب، ما بغيتش نصور لكم ولكن المهم بغيت نقرب لكم من الصوره. كاين في الجنب هنايا وهو وسط القفص ديالو كيحشو فيه الجنب كما قلت لكم، كيخليوه كيفرفط حتى كيموت. العظيم اللي لاحظت ان هاد التراجيين كيكميو بزاف، عرفتوا شنو كيديروا التدخين؟
اغلبيه فيهم مدخنين حتى الصغار ومزايين صغار وكيدخنوا. صراحه ماشي غير هنا في التراجة، في اندونيسيا كامله دابا غادي يبداو العد العكسي باش غادي يقتلوا اول جاموس. حيت فاش كيقتلوه عاد تما كيتعتبر الميت ميت، ما كيبقاش مرض كما كيعتقدوا. كما قلت لكم قبيله انه هاد الاحجار هادو كلهم كيدلوا على جنازه تقامت هنايا. هادشي علاش كاع الجاموس اللي كيبغيو يذبحوهم كيجيبوهم اول حاجه كيربطوهم مع هاد الحجره هادي عاد كيذبحوهم. فاش كيذبحوه كيقطعوا الحبل كيرموا الجاموس للجهه الاخرى كيجيبوا عاوتاني جاموس اخر. كاع الجاموس خصهم يدوزوا من هاد الحجره هادي. دابا ضحاو تقريبا من 7 ديال الجاموس، مازال اعداد كبيره مازال في هاد الساحه هنايا، مازالين في الساحه اللي ذبحوا فيها الخنازير البارح، مازالين فيها اعداد كبيره اكثر من 24. فالميت حاليا ما بقاش مرض بالنسبه ليهم، دابا حاليا ولا ميت بالنسبه ليهم رسميا. وهاد الجاموس هذو الارواح ديالها غتقودوا للجنه اللي كيسميوها هما بويا. بالنسبه لهاد الجاموس دابا غادي يسلخوها وغادي يقطعوها باش يطبخوها ويعطيوها للضيوف، ولكن اللحم ديالها محرم على العائله ديال الميت. دابا هنا الى ذبحوه غادي يتكركب لهنايا. الطريقه باش كيذبحوه هي كيعطيو واحد الضربه للعون كيخليو يطيح. واحد المعلومه قالها لي واحد السيد دابا هي انهم كيختاروا الجاموس اللي كيكون اللون ديالو ابيض، اولا الجاموس اللي كيكون فيه اللون الابيض في الجبهه ديالو. هاد البقعه البيضاء في راس الجاموس بالنسبه لهم بمثابه واحد المصباح اللي كيرافق الميت في المشوار ديالو باش يوصل للجنه. كما قلت لكم في اليوم الاول هنا في قبائل التراجة كاين ثلاثة طبقات اجتماعية، الطبقة الغنية والطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة. هادشي كينطبق حتى على الجنائز ديالهم، كتلقى مستويات مختلفة. كتلقى الطبقة الغنية عندهم جنائز كتقام غالية، كتلقاهم كيضحوا بأكثر من 24 جاموس، كتلقى بزاف ديال الخنازير وكتلقى بزاف ديال الضيوف. هاد العائلة هادي يومين وهما كيستقبلوا الضيوف. بالنسبة للطبقة المتوسطة كيضحوا بستة الجاموس ولا سبعة، وبالنسبة للطبقة الفقيرة كيضحوا بجاموس ولا جوج، وبعض المرات كيقتصروا غير على الخنازير. كاين واحد المعتقد كيامنوا بقبائل التراجة هي انه مثلا انت من عائله متوسطه وفي يوم من الايام عندك امكانيه انك تقوم بالجنازه ديالك على طريقه العائلات الغنيه. في هذه الحاله خصك ضروري تبقى مستمر على الطريقه ديما، سواء انت سواء العائله ديالك سواء الاجيال اللي غادي يجيو من بعدك والاجيال اللي غادي يجيو من موراك. يعني الطريقه هذه خاصها تبقى متوارثه. في حاله ما قدرتيش انك تحافظ على الطريقه هذه فكيامنوا سكان هذه القبيله هذو بانه غادي يضربك واحد اللعنه غتاثر على النفسيه ديالك على العائله ديالك وعلى المحاصيل ديالك. هادشي علاش بزاف العائلات سواء مع العائله المتوسطه ومن العائلات الفقيره ما كيقدروش اولا ما كيزعموش انهم يبدلوا طريقه الجنازه ديالهم. بعض المرات كيكون عندهم امكانيات ولكن كيخافوا من هذه اللعنه هذه. يوم التضحيه بالجاموس كينتهي بتفريق ديال اللحم على الناس ديال الفيلاج. اول حاجه كيذبحوه وكيقطعوه وكياكلوا وداكشي اللي شاد كيفرقوا على الناس ديال الفيلاج هنايا، وطبعا العائله ديال الميت ما كياخذوا منه والو. اليوم الاخير او يوم الوداع، اليوم اللي كيبدا فيه الحزن الحقيقي. في هذا اليوم كيتم اخذ الميت لاحد المقابر القريبه من القريه. اليوم الاخير كيبدا بنفس الطريقه اللي بدا بها اليوم الاول، باغاني واحتفالات غريبه. حاليا دابا غادي يدوا الميت للبلاصه اللي غادي يحطوا فيها وكيدوه هما ضاحكين وكيغنيو، كتحسهم بحال شي اولتراس كيغنيو لشي حاجه وفرحانين كتلقاهم ضاحكين. واحد الحاجه اللي غريبه صراحه.
وبما أن الميت من عائلة غنية قرروا يحطوه في مقبرة خاصة بالعائلة واللي مختلفة على المقابر المعروفة في قبائل توراجا، وهادشي اللي غنمشيو نكتشفو في قرية أخرى. دابا جينا لوحدة من أشهر المقابر هنايا. هاد الصخرة هادي الكبيرة هي فاش كيحطو التراجة الأموات ديالهم، كتكون هي المرحلة الأخيرة في الجنازة. كما كتشوفو معايا أن هاد الصخرة كبيرة، وكدابا غادي نشرح لكم الطريقة باش كيحفرو هاد القبور هادي وسط هاد الصخرة. طبعا الطريقة كتكون تقليدية ويدويا، تخيل معايا أنهم كيحفرو هاد القبور يدويا، كيحددو البلاصة اللي غادي يكون فيها القبر كتكون مرسومة بالخط الأبيض. التراجة كما قلت لكم كيكونوا مقررين التواريخ ديال الجنائز ديالهم، علاش أول حاجة كيديروها كيعلموا الناس اللي مكلفين بحفر القبور هنايا، كيحددوا لهم واحد البلاصه في هذه الصخره الكبيره اللي قلت لكم انها الصخره المعروفه هنايا. كيستعملوا هذا السلم هذا اللي مصاوب من شجر البامبو، وباش كيطلعوا للبلاصه اللي غادي يحفروا فيها، هو نفس الوسيله اللي كيستعملوها باش كيحطوا الجثة اولا الميت في البلاصه ديالو. كما لاحظ الاخوان ارض التراجة راه واحد الارض اللي كبيره بزاف، ماشي غير قبيله في واحد الفيلاج صغير ولا واحد المنطقه كامله وسط هذا السولاويسي كتسمى بارض التراجة، وغتلقى بزاف ديال القبائل عند هذه الصخره هذه، ولكن كتبقى هذه هي اشهر وحده واقدم وحده. كاين بعض القبور هنايا محطوطين سنوات وسنوات هادي، باش تعرف ان التقاليد ديالهم مازال محافظين عليها. كما قلت لكم ان هاد الصخره هي اللي معروفه هنايا بسبب الحجم ديالها وبسبب عدد القبور اللي كاينين فيها، غتلقى العشرات ديال القبور في هاد الصخره هادي. دابا نوريكم الشكل ديال القبور كيفاش كيكون. كيكون في واحد الفتحه بحال هكا، بعض القبور كيخليو واحد الفراغ باش كيحطوا فيه الصور ديال الميت والهدايا اللي كتجيب ليه العائله ديالو. وبعض القبور الاخرى ما كيحطوش الصور، وانما كيحطوا التماثيل ديال الميت، كيجسدوا الصوره ديالو على شكل تمثال. فاش كتلقى قبر فيه تمثال وما كتلقاش فيه صوره، هادشي كيعني ان الميت من واحد العائله اللي غنيه هنا في المنطقه او اللي عنده نفوذ، كيكون قائد ديال قبيله ولا شي حاجه بحال هكا. هاد الاشكال اللي كتشوفهم ورايا واللي كتشبه المنازل ديال التراجة، هادو هما التوابيت اللي كيجيبوا فيها الميت من المنزل ديالو لهاد البلاصه هادي اللي كتكون الملاذ الاخير ليه. هذا هو الشكل ديالها، وكيخليوها هنايا باش كتعبر على الاموات اللي كاينين هنا. طبعا كاين اللي مهرس وكاين اللي كاين لوحه الجار اخرى باش كيخليو الفراغ باش كيجيبوا عاوتاني التوابيت اخرى. كانت هذه اول مقبره غنكتشفوها، ولكن المقبره اللي غنمشيو ليها من بعد اكثر غرابه، وهي مقبره الاطفال. ودابا الخوت جانا واحد البلاصه اللي مهمه في الثقافه ديال التراجة. هاد البلاصه هذه خاصه بالدراري الصغار، ولكن المعلومه الاكثر غرابه هي انهم ما كيحطوش اي اطفال هنايا، ولكن كيحطوا واحد الفئه. بيبي جريف اون ذا تري اند تري ستيل الايف بات نو افري بيبي only the age about 0 until 6 months without teeth. So why they have to bury the baby in the tree? Because they believe the baby still purity and they hope the baby can grow with the tree until to nirvana. The family will be made some hole in the tree and then they put the baby inside the position like still in the fallen like, and then they close with the hole with the black part we take from the palm tree. Okay. So after the time, maybe 2 years, the skin of the tree cover the hole. That's why when we, for example, when we want to open this black part, we can't to find the hole because the it's tree already closed the hole. دابا الى حفرنا هاد الحفرات هادو اللي كاينين هنايا ما غاديش نلقاو الدراري الصغار، حيت هاد الشجره هادي فاش كتحفر في هاد الحفره كتبقى تجمع حتى كتسد هادوك الحفار اللي كاينين لداخل. كيامنوا انه فاش كتجمع هاد الحفره اللي كاينه هنايا وكتسد على داك البيبي كيمشي ديريكت للجنه. في اللغه ديال بهاسا سميتها سورغا، واللغه ديال التراجة كيسموها بويا. وباش نختموا هاد اليوم غنمشيو لاكبر مقبره في التراجة، واللي عباره عن كهف مازال كيستعملوه السكان في هاد المنطقه ليومنا هذا. هنا كاين واحد جوج توابيت ديال الاموات تقريبا شي 10 سنوات هما محطوطين هنا، يعني مازال كيستعملوا هاد الكهوف هادو كمقابر. كيامنوا ان واحد المقبره اللي طبيعيه ما كيحتاجوش انهم يحفروا فيها بحال كيف ما شفنا في المقابر الاخرى. دابا دخلنا لواحد الكهف اخر اللي فيه بزاف ديال التوابيت وبزاف ديال الجماجم. So it's one of the ancient one.
دابا هنايا الخوت كاين واحد جوج جماجم ديال واحد الكوب معروف عندهم هنايا هما بحال قلتي روميو وجوليت ديال توراجا لايك رومي اند جوليت ان ايطالي كانوا باغيين يتزوجوا ولكن القبيله ديال توراجا ما قبلتش ليهم علاش قرروا انهم ينتحروا تايت اند ميك هان اوكي فاش ماتوا حطوا الجماجم ديالهم هنايا كيجيو الناس كيحطوا لهم الهدايا هنايا كيشفقوا على القصه ديالهم اول ذا كوفينز هير For one family? Yeah, for one family. So they put all the members in one place? Yes. هنا واحد القاعدة مع فرق قبائل توراجا هي أن العائلة كيحطوها في بلاصة واحدة. تهم تدير المرايا ديال العائلة كلهم حاطينهم في بلاصة واحدة. كيف ما كتشوفوا معايا هنا كاينين بزاف ديال التماثيل. دابا غادي نصوروا قايد لي معايا وغادي نشوفوا علاش كيحطوا التماثيل هادو وشنو هما العائلات اللي يمكن لهم يديروا التماثيل هادو. It's represent the dead body and it's represent status in social. Only from nobility. And they have to offer 24 buffalo minimum. 24 buffalo, yeah, at least. واش مورا هنا كاينين شي توابيت فيهم شكل ديال سفينه ولا شكل ديال جاموس اولا شكل ديال الخنزير بالنسبه للتوابيت اللي فيهم شكل ديال سفينه ممكن انه يكون الراجل اولا المراه بالنسبه للبافالو اولا الجاموس كيكون خاص بالرجال بالنسبه للخنزير ممكن انه يكون للنساء ولا الاطفال الصغار كيامنوا انه كل ما حطيتي التابوت فواحد البلاصه عاليه يكون سهل انه يوصل للجنة حسب المعتقدات ديالهم ونفس الشيء قلتو في الفيديو ديال قبائل ايغوري في هذا الفيديو شفنا مراحل الجنازه عند هذه القبائل واللي كانت فيها مناظر وتفاصيل غريبه وغامضه ولكن مازال واحد المعلومه اللي غريبه على واحده من اغرب العادات اللي غتسمع عليها في حياتك في كل عام كيتم اخراج الاموات وكيغيروا لهم الملابس القديمه بملابس جديده ومن بعد كيعطيوهم الهدايا اللي جمعوا لهم افراد العائله In Toraja, another ceremony we call Mak Nenek ceremony. It's like grave ceremony. So grave ceremony, it's meaning open the door of the grave and we took out the coffins and then we will open and then we change new clothes and new coffins. So while we still do this kind of the ceremony because it seems contact with the soul. So it also seems the family still remember the family already passed. كانت هذه هي نهاية الجنازة الأغرب في العالم كنتمنى الفيديو يكون عجبكم ما تبخلوش عليا بالدعم ديالكم حيت هذا الفيديو خدام مني جهد وعمل كبير باش نوصل لكم هذه الثقافة بأحسن طريقة ممكنة وأقل حاجة ممكن تقدمها لي هي لايك الفيديو واشترك في القناة حيت أغلب المشاهدين كيشوفوا الفيديوهات وما كيعطوهاش داكشي اللي كتستحق ديال الدعم هادشي اللي كاين نشوفكم في فيديو جديد